السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نبدي بفصل جديد من فصول مادة تصميم المنظر، فصل بعنوان Counters and Shift Registers. هذا الفصل راح نتكلم عن تطبيقات الفليب فلوب، شرح نستخدم الفليب فلوب بدوائر الكاونترز اللي هي العدادات ودوائر الشيفت ريجسترز اللي هي الفرق بينها. الآن نبدي بالكاونترز. One of the most important applications of flip flops and the popular type of sequential logic circuit found in almost every digital system. Counters. عدادات. A counter is a sequential circuit that goes through a prescribed sequence of states upon the application of input pulses. There are two broad categories of counters, synchronous counter and asynchronous counters. Then a counter is a sequential circuit. Then a combinational circuit is a sequential circuit that goes through a prescribed sequence of a state upon the application of input pulses. إذا هو يعتمدنا على الكلوك. نوعيته موجودة مشهورة من الكاونترز اللي هي synchronous counter والasynchronous counter. نبدأ بالsynchronous counter. Synchronous counters is the type of counters in which all its flip-flops are triggered at the same clock line. هذه نقطة جدا مهمة اللي تميز لي synchronous counter عن asynchronous counter. The synchronous counters, all its flip flops are triggered at the same clock line. All flip flops are triggered at the same clock line. To design synchronous counters, there are a sequence of steps you should follow. إذا خطوات تصميم synchronous counter هي الآتي. الخطوة الأولى: from the given information, state diagram أو design problem whatever أو أي شيء آخر راح نعلق له الأمثلة الجاية, specify the number of flip flops. إذا من خلال المشكلة أو state diagram أحدد عدد flip flops. Required to perform the count sequence. إذا أحدد عدد الفليب فلوبس المطلوبة لتوليد السيكونس اللي أنا أريده. فأن فليب فلوب can count from 0 to n to the power n minus 1. هذه القاعدة جدا مهمة. أحدد عدد الفليب فلوبس اللي هو n. هذه الـ n فليب فلوب مرتبطة بعلاقة مع الـ count sequence. فإذا اختارت الـ n تساوي 2 معناتها اقدر اولد كاونتر يعد لي من الصفر الى حد 2, بس 2 ناقص 1 يعني من الصفر الى 3. اذا اختاريت الان تساوي 3 يعني 3 فليب فلوبس, اقدر اعد من الصفر الى حد 2 بس 3 8 ناقص 1 7 يعني من الصفر الى 7. 4 فليب فلوب من الصفر الى 15. 5 فليب فلوب الان تساوي 5 من الصفر الى 31 وهكذا. طبعا هذه ما لها علاقه بنوع الفليب فلوب, لها علاقه بعدد الفليب فلوبس واتفر إذا كان الفليب فلوب JK ولا T ولا D ولا SR فليب فلوب. الخطوة الأولى أحدد بها عدد الفليب فلوبس. الخطوة الثانية specify the type of flip flops that will be used to design the counter. حدد نوع الفليب فلوب. هنا ممكن يعطى بالسؤال بيقول using JK فليب فلوب أو D, فنكون ملزمين إنه نستخدم النوع المفروض علينا بالسؤال. أما إذا ما حدد بالسؤال استخدام نوع معين فممكن نختار أي نوع بالتصميم. مع ملاحظة أنه عادة التصميم باستخدام JK ينطيني معادلات أسهل لكن الحل أطول. JK والRS ينطيني معادلة أبسط لكن الحل يأخذ وقت أطول, في حين أنه T والD عادة ينطيني معادلات نوعا ما أعقد لكن الحل يأخذ وقت أقل. State the consequence of the counter. إذا الخطوة اللي بعدها بعد ما حددنا عدد الفليب فلوبس ونوع الفليب فلوب نحدد الكاونت سيكونس اللي عادة يعطى بالسؤال. ديزاين سينكرونس كاونتر ويتش كاونتس إن ذا فالوينج سيكونس, فيعطيني في سيكونس معين. فإذا نحدد الكاونت سيكونس أوف ذا كاونتر بريزنت ستيت أند فروم إت ذا رايت كاونت نكست ستيت.
فالكاونت سيكونس مثلا واحد بعد ثلاثه بعد اربعه بعد سبعه. فاذا البريزنت ستيت واحد النكست ستيت تصير ثلاثه، بعدين البريزنت ستيت ثلاثه النكست ستيت اربعه، البريزنت ستيت اربعه النكست ستيت سبعه، البريزنت ستيت سبعه النكست ستيت. اما يقول لي ذن ريبيت فمعناتها يرجع الى الواحد، او ذن ستوب معناتها النكست ستيت يبقى على السبعه، وراح يمر عليها ايضا باكثر. فستيت ذا كاونت سيكونس اوف ذا كاونت، هاي الخطوه الثالثه نكتب السيكونس في present state والnext state الحالية والمطلوبة بالمستقبل. From the flip flops excitation table. Excitation table اللي flip flop اللي اختاريناه سواء ال RS أو ال JK أو ال D أو ال T، أي نوع اختاريناه بالنقطة رقم 2 أكتب excitation table مالته، ومن عندها أشتق ال excitation table مالت ال counter. إذا from the flip flop excitation table derive counter excitation table. إذا من خلال الفليب فلوب اكسيتيشن تيبل نشتق الكاونتر اكسيتيشن تيبل. بعد ما اشتقينا الكاونتر اكسيتيشن تيبل الآن نجي إلى كارنوت مارك أبسط المعادلات وطلع المعادلات المبسطة. في الفصل السابق تكلمنا عن الفليب فلوب فقط، هنا راح يكون لمجموعة من الفليب فلوب وليس للفليب فلوب واحد. فإذا using K-mark simplify the inputs for each flip flop of the counters. The inputs, not the output. هنا نطلع معادلة للانبوت. لاحظوا بالديزاين اوف كاونتر المقصود به شنو القيمة للانبوت اللي انطيها بحيث تحقق لي الاوتبوت المطلوبة. فوقع الحل اذا اسوي تصميم الى معادلة للانبوت بدلالة الانبوتس السابقة والاوتبوت السابقة حتى تعطيني النكست ستيت المطلوبة. فيوزنج كيمار سمبليفاي ذا انبوتس for each flip flop بمعنى ايجاد قيم الاس والار، الجي والكي، الدي او التي اللي تحقق لي الكيو المطلوبه. النقطه السادسه implement the simplified expressions with logic logic gates and combination with flip and combine with the flip flop. خطوه الاخيره من بعد ما طلعت المعادلات ارسم الدائره. دائرة راح تحتوي على مجموعة من الفليب فلوبس عددها n اللي حدد سابقا، نوعها حدد بالخطوة 2، قيم الانبوتس مالتها حددت بالخطوة رقم 5، المعادلات اللي تربطها عادة احتاج مجموعة من اللوجيك جيتس حتى اكمل الربط. الان باينري اب كاونتر، هذا ابسط مثال لامثلة الكاونتر اللي هو سيكونشال نوت ترانكيتد نوت ران ديزاين. التوبت لما حدد لي توبت معناتها الان تساوي 2 لانه دائما عدد البتات يساوي عدد الفليب فلوبس. ديزاين التوبت سينكرونس كاونتر يوزنج جي كي فليب فلوب. لاحظوا انه حدد لي عدد البتات فحدد لي الان ان تساوي 2، حدد لي ايضا نوع الفليب فلوب. هسه هنا الان تساوي 2 فعدد السيكونس اللي انا اقدر اعد به من الصفر الى حد 2 اس 2 ناقص 1 يعني الى حد 3. هذا يسموه مود فور كاونتر او مودولاس فور كاونتر بمعنى يعد اربع حالات. دائما المودولاس يساوي 2 اس ان من والان اللي هي عدد الفليب فلوبس. الحل الخطوه الاولى the number of flip flops required to count from 0 to 3 هذا الكاونت سيكونس is n تساوي 2 لانه يقول لي 2 bits. The type of flip flop أنا ملزم أختار JK لأنه هو بالسؤال حدد لي JK استخدمه. الآن أرسم الستيت دايجرام للتوضيح، عندي تو فليب فلوبس هذا الأول وهذا الثاني، فالحالات مالتهم 0 0 0 1 1 0 1 1. طالما دا يقول لي سينكرونس أب كاونتر فالصفر يوديني للواحد، الواحد يوديني للاثنين، والاثنين توديني للثلاثة، والثلاثة ترجعني للصفر. لاحظ الأسهم. صفر يوديني للواحد، واحد يوديني للاثنين، اثنين توديني للثلاثة، والثلاثة ترجعني للصفر، وهكذا ينعاد السيكونس من الجديد. إذا أربع ستيتات موديول 4 تو بيتس أي اثنين أي اثنين ونوع جي كي فليب فلوب. الخطوة اللي بعدها أكتب الإكسايتيشن تيبل للجي كي فليب فلوب اللي أخذناها في الفصل السابق. بريزنت ستيت نكست ستيت قيمة الجي والكي، فبال 0 0 هي 0 اكس، بال 0 1 هي 1 اكس، بال 1 0 هي اكس 1، بال 1 1 هي اكس 0. من الاكسايتيشن تيبل للفليب فلوب اشتق الاكسايتيشن تيبل للكاونترز. فعندي تو فليب فلوبس راح اسميها كيو بي وكيو اي، من كتبتها بهالصوره صارت البي هي الاحاد والاي هي العشره، فهذه لازم انتبه لها بالرسم.
فبريزنت ستيت كيو بي كيو اي، نكست ستيت كيو بي كيو اي، لحظه هنا كيو بي بلس 1 كيو اي بلس 1، والفليب فلوب اونوردز. وطالما اختارت جي كي فليب فلوب فعندي جي اي كي اي، هاي خاصه بالكيو اي والكيو اي بلس 1، وعندي جي بي كي بي هذه خاصه بالكيو بي بالبريزنت ستيت وكيو بي بلس 1 بالنكست ستيت. فاذا هنا عندي 2 فليب فلوبس فاحتمالاتهم 4 0 0 0 1 1 0 1 1. الان حسب السيكونس المعطى اذا عندي البريزنت ستيت 0 النكست ستيت يصير 1، اذا 1 يصير 2، اذا 2 يصير 3، اذا 3 ترجع للصفر. ف 0 0 اعطاني 0 1، 0 1 اعطاني 1 0، ال 1 0 اعطاني 1 1، وال 1 1 رجع لي لل 0 0. الان للجي اي والكي اي من صفر الى صفر 0 اكس، اخذها منها من صفر الى صفر 0 اكس، من صفر الى 1 هذه من صفر الى 1 1 اكس، فهذه 1 اكس، من 1 الى 1 مثل ما تلاحظون من 1 الى 1 اكس 0 اكس 0، من 1 الى صفر لاحظوا كيو اي كيو اي نكست، من 1 الى صفر هي اكس 1 اكس 1. نفس الشيء عيد للجي بي والكي بي، من صفر الى 1 هي 1 اكس، من 1 الى صفر هي اكس 1، من صفر الى 1 هي 1 اكس، من 1 الى صفر هي اكس 1. بعدها الخطوه اللي بعدها كان احمر، كان احمر لاحظوا ايش عندي، عندي للجي اي والكي اي والجي بي والكي بي، كان احمر حجمها قبل 4 لان عندي كيو اي وكيو بي، وعندي 4 كارن احمر للجي اي وحده للكي اي وحده للجي بي وحده وللكي بي وحده. فهنا دخلت قيم الجي اي ودخلت قيم الكي اي، جي بي والكي بي بسطتهم سويه، لاحظوا هذه اخذت هذول الاثنين سويه تعطيني كيو بي، هذه اخذت هذول الاثنين سويه تعطيني كيو بي، هذه اخذتهم 4 تعطيني 1، هذه اخذتهم 4 تعطيني 1، ولاحظوا هنا كيو اي كيو بي اللي هي صارت كانما الاوبتس. الخطوه الاخيره ارسم الدائره، لاحظوا العشرات يكون ابعد عن الكلوك والاحاد يكون اقرب، شوفوا الكلوك اجت منا نشتغل بوزيتيف ايج تريجر او نيجاتيف ايج تريجر ما يفرق، بس لازم ايج تريجرينج الكلوك داخله على الكل، الكلوك داخله هنا وداخله هنا، الاقرب الى الكلوك يكون اللي سيجنيفيكانت والابعد من الكلوك يكون المو سيجنيفيكانت، هذه الاحاد عشرات مئات الوف وهكذا. دخل قيم الجي اي جي بي والكي بي جي اي والكي اي حسب ما اشتقناها من الكام مقمر. هذا ناتي الى نهايه محاضره اليوم، كتذكير بالمحاضره تكلمنا عن الكاونترز عن الريجسترز ايش راح ناخذ بهذا الفصل، بدينا بالكاونترز كنا عباره عن سينكرونس واسينكرونس كاونتر، بدينا بالسينكرونس كاونتر، فهوم ورك لكم متعلق بهذا السؤال الاخير، ريديزاين ذا ابوف كاونتر يوزنج ار اس فليب فلوب، ريديزاين ذا ابوف كاونتر يوزنج تي فليب فلوب، ريديزاين ذا ابوف كاونتر يوزنج تي دي فليب فلوب، عيدوا تصميم هذا الكاونتر باستخدام باقي انواع الفليب فلوب. شكرا جزيلا.